السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا بطارية، أدي المحبس الأساسي بتاعها أهو، وأدي الخط اللي جاي لنا من فوق خالص أهو، من عند الخزان. تمام، أدي كده ده الخزان أهو، والنفس فيه هو اللي هو بيخط عشان لو الخط فيه مشكلة ولا حاجة. أدي الخط بتاعنا أهو. أيوة أستاذ ربيع اتفضل، كنت بتقول لي إيه؟ ده المحبس اللي جاي من بوصة ونص دوت، عشان لو في أي مشكلة في البطارية بنقفل عليهم ونصلحهم. طبعا دي كده البطاريه دي شغل ده الشغل حديد. بوصه ونص حديد، بوصه ونص دي 3/4. تلات ارباع متوزعه، دي تبدا من الدور الرابع، معنى الدور الرابع خامس سادس لحد الدور ال 14 لحد الدور الاخير. كل فرع لها خط لوحدها ولها محبس يقفل عليه. بس انا بس اللي لفت انتباهي هنا شغل الحديد مع شغل البلاستيك. ده الطريقه دي كانت قديمه كده يعني؟ قديمه. لان انا شايف في الشغل الجديد ان انت كنت هنا حاطين البلاستيك ده مع البلاستيك وماشي وشغال هو اللي بيوزع الشغل. في الفتره دي كان حديد على بلاستيك. سن خارجي وسن داخلي. سن ده اللي هو ده البوش ده اللي هو نبل، اللي هو نبل يربط البوصه ونص مع بوصه ونص. فانت شغلته هنا بلاستيك مع حديد. تمام، هو حتى مكتوب عليه اهوت بوصه ونص في 3/4 وموزع بقى على الشقق. وهي دي كانت يا جماعه البطاريه اللي هو الشغل بتاع زمان القديم. ادي العدادات وادي البطاريه اللي معانا دي كده بقى لها 14 سنه، ولكن هي بس الملحوظه ان هي محتاجه طبعا صيانه او عمره او شغل حديد يتغير، لان البول الجديد هو اللي مسيطر دلوقتي وهو اللي انضف. كده هي ده كده الخزان اهو فوق اهو، وادي البطاريه بتاعتنا. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.